السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الليل كسو دوادا أذانك أمها تسن أحكام يروكو ونحرير له بيش شعبان هريا يا أنسو قادن السبب تم مقعان لوغو بحية بيش شعبان إيا فضلي غي وناغ كتيرة فضلي غي دنا وحا كم ده رسول كينو شاقي عليه الصلاة والسلام إناي تاي بالآدو سر ريسة أدد بدن أي موجيهين مركي لوي دي رسول كوحو يري ذلك شهر تنوا بال يغفل الناس عنه أي دتك كغسغيهن موغنان بشاسي بين الرجب والرمضان وانا بشا عماش رب العالمين لوغيو أسوى إلهي تبارك وتعالى عماش إن الله سعودة دغي غضو البغ رسول كيننا صلى الله عليه وسلم بحويل عمل كي إلهي إن لوغيان ربا أنا صوم من عليه الصلاة والسلام صوم كان نبي قبضين شري عليه الصلاة والسلام سيدكو إمات حديث عائشة رضي الله عنها إلى صحابة قاركود أي دهين وليغين ماانا أرق رسولك صلى الله عليه وسلم مرك رمضان لغي يمادو بالأو آدي آد الصوم وصوم كيدا بضيو وليبا مال مهيدا ترادا أهامبا أو بضيو وان كاهين بشا شعبان سببت الرسولك بشان صوم كيدا أو بضيو وبلاهك لو أغدورتي مرك رمضان لغي يمادو محايتها إن شاء الله تعالى موضوع كلان وهل دونا إيا كليب كلا سو سعودة بارك الله فيكم هسا يشيكم وحاوها لنا وأحكام لحريرته بشان نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري إن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان شعبان مركي نصف مريسو إلهي با دوميه سصوفيري وصوت على هذا فيغفر لجميع خلقه دمان مخلوق الله دمدافية إلا لمشرك أو مشاحن من مشرق وقاله يمح عقددي حقد له أهمه يعني حكمة كترته إلا الصوم بشان محيته حكمته وحوي سيد العلماء قال الشيخين وكسي التببر أتكسي التببراني سيد سيئة رمضان كالصوم كيسا آد أولاقب ستي أوسا كدبين أوسا مشاقائية معركتي كالفاد آدو بدن أوسا صوم كرمضان كوكيسا مركا وأتسي التببراني سا صومك وألا سي قبصاني سا هدو رمضان مركو داشو أدو معان سنية وأوحي سقبه أياد قريسا أدو أود له ونشاد يحي سوهاية أيا رمضان كصومي سا مركا شعباني وحوي وردع الرمضان لذلك إلهي شرعيي قرآن أخرس كاد بادين إساء شعبان سي أدولو قبسيت القرآن أخرس كاد بشر رمضان أو أدولو كولنتيد نفتنا إرالي النقطه وآي كرالي النقطه طاعة الرحمن لذلك سلف كهو روحي أهايين كوا آدي آدو بادية أخرس كقرآن بشر شعبان قاركود وحي ديه جيرين بشاني وبشي أهل قرآن هي روحي قارتي قاركود أي دكامه ودحران بشاس وقرآن أخرس عبادية الصوم أي فارغ نقضاء سؤال بهالك إيمان كرت سؤال شو حوي حديث كبهاية إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا كلا بركة بشو هدي قرت الشعبان هصوم مننا يعني شن يتمك ورا اللي أقولي إنه صوم حديث كسيدا بهاية يا حديث كشيء نبي يقول إنه بديء إلى رمضان كوحي يركد مياه يوافري يعني شعبان لما أنت أنت هذا بدن وصوم حديث كسيدا بهاية يا حديث كبهاية بشو الشعبان نسك هذا ورا ميانا نسك دم بها صوم مننا سيد الله جمعنا يا حقيس سكوا إيمان كرا علوم هذا وحي هذا وحي سكوا إيمان كرا لبعدنا حديث نبي يقول شعبان لما أنت أي صومي شري وحي يرمرك الله غرهبا أما إذا الكيب هو صومي شري نبي عليه الصلاة والسلام بش شعبان تاسوا ميت لكن حديث كوكو إمادين إن لا يسكرهبي نسك الدنبا إن لا صومه ورتوا حديث صحيح وصغن وضعيف معهم حديث كاكل السابة ولا كان قادي كرامرك وحي دان علمه وشيت كان لا يسكرهبي وحويه إنو قفكم مركاب بلابه يعني نسك الدنبا تصالح وكلا نسكي هرا وحبك ماذا سوين بقى إلى شعبان شنية تمن إيجارت لحية تمنية تضوية تمن لحية كسي دم يمرك إيجا شيء أي صوم كيبا بلو ضيبا بلو قاسا للديرية لكن هدات سوى دي وشعبان كو دي صوصون طي أما معلمه كلا كدن بيا صوصون طي سيدا أتكو دي أتكو دي أما لب يكسو سنين أما خميس لب يكسو أما معلمك لا لب يكسو أما سيدا كو دبا أتكو دي وكو دي إلى شعبان على الرمى يسي أما دبيا قدر أتقيسي دب ملاحان الحديث كده وحريبة يلدهايا هدو شعبان نسقارو هسو مننا معني سوح اللقوة دا نسكا دنبه مركو وقارو يعني اقاد بشان صن هبلابننا صنعه وهري اي نوصو بلابن وشيتك مركا حديث كناه يكسو رواسلا سيدات درتيا دي حديث كارا ايو لاتشان قاضي سوال شكرا وحاوية موفي عمتهاي ان همينكا شن يطبنا دي يعني نسكا شعبان همين كيسا ان صوم لغوني يلو موفي عمتهاي ي عبادة جونية ومعلمها كلا قصوا عن بشر علماء وحيران سيد الصواب كم ما يوحكوا جونية ما تيران
inu qofku ku khaas yeelo maalin maalintaas oo ah niska shacbaan soom uu ku khaas yeelo waa wax laga fiican yahay oo waa karaahiyo daliil cadna ma lahan su-aasha kale waxa weeye ma bannaan tahay inaan saami laylo salaatuleyl iyo maaragtay haddii alla kuu runeeya dabaaldeg kale oo cibaadeed habeenka niska shacbaan u marayo taasina culimmadu waxay yidhaahdaan sida sawaabka kama mid ahan sunnooyinka nebiga laga dhexlay calayhi salaatu wasalaam oo wax gooniyo khaas u ah ma jiraan daliilna ma lahan la cuskado oo rasuulka ilaahay ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka soomna kuma khaas yeelaysid salaadna kuma khaas yeelaysid iyo cibaado kaletoona habeenka niska ah yacni 15aad habeenka kala barka bisha uu soo galo ee habeenada kale bisha ayuu habeenka la mid yahay salaadaada iyo soomkaadi awoodata eed wadaysa ee wax gooni ah oo khaas u ah habeenkaasi ku gooni yeeli mayso sida sawaabka ah lidaalika axaadiis badanoo la wariyaa oo daciifa qaarkood beena oo fadli u sheegaya habeenkaas iyo in la soomo oo salaad lagu khaas yeelo laakiin waxaasuna wax ka sugan rasuulka ilaahay maana calayhi salaatu wasalaam sida ay culimmadu u badan yihiin habeenka kala barka ay marayso bishu salaad iyo qiyaamuleyl ma ku khaas yeeli karaa salaatuleyl gooniya culammadu waxay yidhahdaan haddii salaatuleylka habeenada kala wadan jiray oo sida caado u ahay dhib ma laha inuu siyaada ku daro habeenkaasoo dadaala laakiin ayada habeenka inuu gooni uga yeelo qiyaamuleyl oo khaas u yeelo oo gooni u ah ayaa yacni ka mid ahayn sunankii rasuulka laga dhexlay calayhi salaatu wasalaam laakiin hadduu tiro xadidan u yeelo habeenkaas salaatuleylka oo aan suusunadu sheegin iyaduna wax sugani ma ahan jazaakum ullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.